وحنا تنطلبوا غير إذا كانت مصلحة عامة يخلصونا، ما كانتش مصلحة عامة يردون يعطونا ديالنا، حنا كنطلبوها بديالنا. وانتم كتقولوا لي صيفط لينا على طريق الفاكس ديالنا الوراق، ومنين صيفطنا لكم الوراق بديتوا كتلعبوا علينا وكتكذبوا علينا. ما يديوش لينا ديالنا، يكون تعويل، ما كانش مصلحة عامة يردوا لينا ديالنا، أما باش يغفلوا علينا لا. وقالوا لي خذوا من عندي البلان، قالوا لي هذه الارض هذه ديالك راه ما دوزوها لا طريق لا والو، هاد الناس هادو راه بغاو يديروا هاد الجزيئه. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم مرة أخرى. دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم معنا الأخ حسين اللي جا بسبب مشكل وقع لي في الأرض ديالو، وهو تعرض لنزل الملكية بدون موجب حق من طرف المافيات ديال العقار. السلام عليكم خويا الحسين. وعليكم السلام ورحمة الله. قرب المشاهدين أكثر من المشكل ديالك. السلام عليكم. أنا عندنا الأرض ديالنا في إتباع نزع الملكية، داوها لينا ظلما وعدون، رسلنا المسؤولين راه الآن باقيين كنتسناو. عود المشاهد من الأول، كيفاش غادي تسيق الخبار بعدا؟ أنا مشيت في 2019 لإتباع، تفاجأت بالناس ديال الدوار، قالوا لي بأن عندكم واحد الأرض يقيل البيرو هكذا بالشلحة، راه خدات عليكم الجامعة بغات ديرها الأرض. اتصلت بمسؤولين ديال فين صايب الوالد الله يرحمه البلان في ايت منون، قالوا لي فعلا راه غيدوزوها طريق. ارسلت للسيد معلمونا ما قالوا لينا والو من 2014 الى 2019 عاد واش في راسنا حنا. ارسلت للسيد رئيس البلديه ديال ايت الجامعه ديال ايت بها ما جاوبنيش. يعني انت ما تخبرتيش؟ لو كان ما قالوهاش لك الجيران ديالك ما كنتيش. ما والو ما غنعرفش. ارسلت للسيد رئيس الحكومه، دزت واحد الشهر جاوبني على طريق الفقر، ارسل اتصل بيا في الهاتف، اتصلوا بيا بالهاتف قالوا لي ارسل لينا لورا الوثائق البلان والاراثه على طريق الفاكس ديالهم هما، ها هو عندي. ارسلت لهم، دزت واحد ست شهور وما يصيفطوا لي الجماعه ديال اي تباع، اتصلوا بيا في الهاتف قالوا لي صيفط لينا الوراق ديال الارض وصيفط لينا البلان وصيفط لينا الوكاله والاراثه على طريق الفاكس ديالهم، وصيفط لهم داكشي وخلصت وهو باقي عندي الروسي ديال الفاكس ديالهم هما. يعني عندك لاكوز دو ريسبسيون؟ عندي كلشي، والان باقي ما توصل حتى بشي حاجه. وسيدنا الله ينصرو كيقول في الخطاب ديالو الا خديتو لاي مواطن الارض ديالو كانت مصلحه عامه خلصوها لي، ما كنتش مصلحه عامه ارضوا لي اعطوا ديالو. وحنا تنطلبوا غير الا كانت مصلحه عامه يخلصونا، ما كانتش مصلحه عامه يردوا يعطونا ديالنا، حنا كنطلبوها بديالنا. وكنوجه هذا النداء، انا مافيا ديال العقار، وكنوجه هذا النداء لسيدنا الله ينصرو ويحفظه ويحفظ مولاي الحسن ويحفظ الاسره الملكيه باش هاد الناس يعطيونا حقنا، حنا بغينا غا ديالنا غير يخلصونا ولا يعطيونا ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا. خويا الحسين قول لي، ملي مشيتي عند المجلس ديال الجماعه اللي تابع الايتباه المنطقه ديالتكم، شنو كان الجواب؟ واش لقيتي الجواب؟ قالوا لي تسنى الرئيس راه في الجامعه، راه عنده اجتماع، راه عندي هادي بداو تيتلاعبوا عليا. في الاخر خرج لي. كم مرة مشيتي؟ لا مرة وحدة ومشي واتصل بيا واحد الموظف خرج عندي قال لي اعطيني البلان ديال الارض، اعطيته البلان ديال الارض داروا في البيسي، قال لي فعلا ها هي راه ما خلاو لكم والو، راه خداو لكم هاد الارض. وربما انت راه باقي ما درنا فيها والو، ولكن من 2014 ل 2024 صافي 10 سنين الى ما داروا فيها والو نعطوا تاخذ الارض ديالك. قلت لهم هذه راه تلاعبات، هذه راه كذوب، وانتم كتقولوا لي صيفط لينا على طريق الفاكس ديالنا الوراق، ومنين صيفطنا لكم الوراق بديتوا كتلاعبوا علينا وكتكذبوا علينا. حنا راه بغينا ديالنا، راه تلاعبات هذا. انا اللي فهمت بحال تم الحجز على الارض ديالك، يعني من 2014 حتى 2024 ما غاتقدرش تتحكم فيها، ما غاديش يخلصوك. وانت حاليا قلتي لي انا باغي نزرعها، باغي نخدم فيها، كاين الشجر ديال اللوز تما، ديك المنطقه معروفه بالاركان واللوز. ولكن ما غاتقدرش تخرب ليها حتى توصل 2024، ديك الساعه يرجعوها لك. يعني 10 سنين ما غاتاخذ حتى شي. بدون 10 سنين وانا ضايع في الارض ديالي، راه ماشي معقوله. بصح
راه ماشي معقول. حنا الا كانت مصلحه عامه، حنا راه مع الدوله. نعم الا كانت مصلحه عامه مرحبا، يخلصونا ما يديوش لينا ديالنا، يكون تعويض. ما كانش مصلحه عامه يردوا لينا ديالنا، اما باش يغفلوا علينا لا. هادشي اللي كنطالب. وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. هادشي اللي كنطالبوا حنا. دابا انت قلتي لي ملي مشيتي عند المسؤول في ايت ملول اللي هو مسؤول ديال التوبوغرافي ومسؤول على البلانات، شاف بان الارض اصلا باقا ما تقاستش، يعني واخا حيت داروا نزع الملكيه ولكن ما كان حتى شي، ما دوزوا طريق، ما استغلوها لشي حاجه، مدرسه ما داروا فيها والو، يعني باقا هكذا. واتصلت مشيت لمديريه الطرق ديال الرباط ودخلت عندهم واستقبلوني وقالوا لي خذوا من عندي البلان، قالوا لي هذه الارض هذه ديالك راه ما دوزوها لا طريق لا والو، هاد الناس هادو راه بغاو يديروا هاد الجزيئه. حد الساعه الان باقي ما كاين والو، وراني البلان وعطيته هذوك، وراني في البيسي ما كاين والو. هادشي اللي كاين. يعني كانوا باغيين يديروا هاد التجزئه، يبنيو هاد الديور. يا ربما غيديروا هاد التجزئه ولكن يخلصونا يعطيونا ديالنا. نعم من حقك التعويض. هادشي اللي كنطالبوا حنا. يعطيونا هادي، إذا كانت مصلحه عامه حنا مع الدوله. ما كانش مصلحه عامه يعطيونا ديالنا، كنطالبوا ديالنا، ما كنطالبوا والو. من عندنا دابا لحد الساعه ما توصلتي حتى شي جواب شافي لا والو، حتى شي جواب ما توصل. حطيت واحد الشكايه في الولايه ديال اكادير هيا على طريق في بيرو دوردر، ما عمرهم مده هذه من شهر 11 باقي كاع ما جاوبوني، كاع ما جاوبش الوالي ديال اكادير. خويا الحسين دابا انا اللي كان جاني غريب واحد شويه هو ان انت ما تبلغتيش اصلا النهار الاول. لا والو، كيفاش انا عندي ارض وما غاديش نتبلغ بانني مرحبا الدوله الا كانت محتاجاها وكاينه في المصلحه العامه ديال المواطن وغادي مزيان ماشي مشكل، راه بزاف الناس ضحوا بالاراضي ديالهم باش دازت لوطوروت، باش داروا مدارس او اعداديات للتلاميذ الابناء الساكنه ماشي مشكل، ولكن كيفاش انت يعني من 2014 تم الاستغلال ديال ديك الارض وانت ما عرفتيش الا صدفه؟ كان 2019. 2019 وصدفه. يعني وصدفه. انا ما يعني لم تبلغ. انا ما قول توضح لي هذه النقطه. لا ما بلغوني، ما قالوا لي والو، ما صيفطوني، ما اتصلوش بنا نهائيا، ما قالوا لي والو. وصيفط للرئيس البلدي على طريق البريد ومضمون، ها هو ما جاوبنيش. انا عندي الركوزي ديال عندي ها هو عندي، ولكن بدون جواب. بدون جواب، هادشي اللي ما توصلنا حتى بشي حاجه. يعني انا اللي فهمت انت تبعتي القانون، مشيتي عند رئيس الجماعه، دستي القياده، مشيتي حاولتي ولكن ما استقبلكش، قالوا لك اجتماع. انا اللي كنعرف الا كان هو في اجتماع خصو يكون النائب ديالو ربما. قلت لهم حيت انا عطيتهم، قلت لهم راه اي جماعه اي اداره اللي كتدخل ليها كتحط لاكارت ناسيونال ديالك وكتاخذ الباج. هادو ما عندهم لا بانش، ما عندهم، قلت ليها لاكارت ناسيونال، قيدني في الكتاب بانني جيت دخلت قال لي لا راه ما تنقيدوش. هادشي كامل كيدير بزاف لي بوان دانتيغوغاسيون، كاين بزاف الاسئله هنايا، زعما شي حاجات فيها الغموض. المديريه الطرق مشيت عطاوني البادج، عطاوني البادج، حطيت لاكارت ناسيونال وقيدوا لي سميتي في الكتاب وطلعت عند المسؤول. هادو ولا الجماعه ديال اي تبعها والو، قال لك ما كنعطيو لا، ما كنشدو لا لاكارت، ما كنريح تما تيشوفك الرئيس وما كاين لا راه. بقيت انا بوحدي تداني النعاس كاع، والله الا نعست، بقيت مريح تما تنعست، ما كاينش اللي يعني ما كاين حتى شي ولا والو، ما كاين والو. قول لي يا خويا الحسين، واش في هذيك المنطقه اللي عندكم كاينين الناس حتى هما تعرضوا لنفس الطريقه لهذا المشكل اللي عندك، ولا غير انت بوحدك؟ واحد الساعه غير انا بوحدي، ولكن ريحت مع الناس ديال الدوار ديال تما في المقهى وجبدنا هذا الموضوع، قالوا بان كاينين شي ناس اللي كيتعرضوا، منهم عندهم محلات في السوق ديال اي تباعه، منهم داك الشيء كاع دا لهم رئيس الجامعه، دا لهم داك الشيء ديالهم اللي قالوا لي الناس مجيب حق. على حسب لسانهم، داك الشيء اللي كنسمع من عند الناس في المقهى، فهمتي؟ راه تجتمعت معاهم وريحت معاهم، هذا الشيء اللي كاين. شنو الطلب ديالك خويا الحسين؟ كنوجه النداء لسيدنا الله ينصر ويحفظه ويحفظ مولاي الحسن والاسره الملكيه، باش هاد الناس يعطيونا حقنا، بغينا ديالنا غير يخلصونا ولا يعطيونا ديالنا. نعم. اذا كانت مصلحه عامه حنا مع الدوله، كانت مصلحه ماشي عامه باش يغفلوا علينا ويديروا فيها ما بغاو هما لا. وعاش الملك. شكرا خويا الحسين، الرسالة ديالك أكثر من واضحة، كنتمنى أن الصوت ديالك خليك معايا، كنتمنى الصوت ديالك يوصل للمسؤولين، إن شاء الله ما يبقاش هاد الشطط في السلطة، دائما ما نبقاوش نسمعوا بحال هاد المشاكل ديال رئيس جماعة أو هذا إلا عجبته شي أرض كياخذها بدون موجب حق، صراحة هادشي يحز في القلب، كنتمنى الصوت ديالك يتسمع، كنتمنى المسؤولين يجاوبوك بأقصى سرعة، شكرا لك خويا الحسين، شكرا للمتتبعين الكرام، كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا.
حمزة بوقنادل لنا الصورة ولكم التعليق، وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.